اليوم 26 جوان تحتفي عدد من الجمعيات الحقوقية بما فيها جمعيتنا الجمعية الطبية لإعادة تهيئة ضحايا العنف وسوء المعاملة، كذلك المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف والائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام. هذا اليوم هو يوم أساسي ومهم بالنسبة لنا، هو يوم اللي كتحتفي به البشرية على الصعيد العالمي بيوم لمناهضة التعذيب، ولكن كذلك يوم لمساندة الضحايا والمطالبة برفع المعاناة ديالهم والعمل على الرعاية الصحية والنفسية ديالهم، وكذلك عدم الإفلات من العقاب، لأن هذه الجريمة جريمة بشعة اللي كنشوفوها في الأوضاع الحالية في الصعيد الدولي اللي غادا وكتفاقم، خصنا توضع لها حد، وهنا كننوهوا بكل القوى الحية على الصعيد الوطني والدولي اللي كتقوم بعمل من أجل تجسيد فكرة حقوق الإنسان، من أجل العمل على وضع حد لهذه الأعمال المشينة وهذه الأعمال السيئة لحقوق الإنسان. بهذه المناسبة كذلك كنشدوا الدولة باش تدير الملائمة ديال القوانين الوطنية مع القوانين الدولية، وكذلك تفعيل آلية الوقاية من التعذيب، والفكرة الأخرى هو العناية الصحية والنفسية لضحايا الانتهاكات الجسيمة. وأخيرا في توصية ديال هيئة الإنصاف والمصالحة كان خلق مركز وطني، هذا المركز لم يرى النور إلى يومنا هذا، رغم أن الدولة والملك زعما كانوا صادقوا على هذه التوصية ولم ترى النور إلى يومنا هذا. العمل على طي صفحة الماضي، بناء دولة الحق والقانون وحده هو الكفيل باش يجعل المغرب يمشي لقدام ويتظاهر ويتخدم. الملاحظة اللي كانت مسجلة هو أن الدول التي تمارس الاختطاف القسري خصوصا الأنظمة الرجعية في الوطن العربي عندنا ما حضراش. لقاء اليوم هو يندرج في التزام الحركة الحقوقية بإحياء اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، وأيضا يندرج في إطار اهتمام الحركة الحقوقية بضحايا التعذيب وفي عملهم المتواصل من أجل الحد من هذه الآفة المقيتة ببلدنا. وكما لاحظتم برنامج اليوم كان متنوعا، وكل المداخلات كانت تتقاطع فيما بينها مستحضرة موضوع التعذيب، سواء تعلق الأمر بالتزامات الدولة المغربية أو سواء تعلق الأمر بجهود وترافع الحركة الحقوقية من أجل الحد من هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان. ونشكركم على حضوركم وتتبع هذا النشاط الهام.